تاني ميثود انا بدي احكي عنها بقلب الكلاس اري اللي نحن حنستعمله مشان نقدر نحن نعمل creation لاري هي الترافيرس اري. I need to print the elements of this array. حيكون نوعيتها void. ليش void؟ لانه ما حيكون في عندي return value. It's just a procedure. فاذا حتكون public void traverse array حيكون في عندي try وcatch لانه ممكن انا يكون في عندي out of bound exception او ممكن يكون انا في عندي array that does not exist. فاذا حعمل catching لهالexception في حال كان انا عم بعمل accessing على array عنده مشاكل. فاذا انا I'm going to print the element of this array بحسب السايز. بدي اخذ السايز تبع الاري اللي هو الاري دوت لينث. بدي اعمل iteration على كل element starting from zero. فاذا ببلش من zero تعمل انا incrementation على كل element بيجي بطبع بقول system.out.print الالمنت الاول حبحط حدا space. فاذا هون انا بكون عم بعمل printing لكل هيدول الالمنت. فاذا اذا كنت انا بحاجه اني اعمل printing لكل الالمنت تبعون الاري اكيد انا بدي استعمل الفور لوب. بدي بلش من الزيرو تاوصل لاخر element بقلب الاري بحسب السايز تبعه. فاذا هون طبعا كون انا عملت printing.